بالنسبه للمايونيز البنات غنشارك معكم ديال الدار. هنا غادي نحتاج انا كميه قليله، الا بغيتو ديروها تبقى في الثلاجه راه كتبقى في قرعه مسدوده مزيان حتى سيمانه ماشي مشكل. المهم انا غندير غير بيضه وحده نشاركها معكم. غندير رشه ديال الملح ورشه ديال الابزار، وهنا عندي واحد الرشه ديال الخل، اي خل عندكم صالح للاكل صافي. ونبدا نطرب ونزيد الزيت، الزيت العاديه ديال الطياب الروميه. غادي نبدا معاكم نهرسوا هاد البيضه البنات بعد ما غسلناها بطبيعة الحال. بسم الله. غندير هنا واحد شويه تاع الملح، عندي رشه ديال الابزار، تقدروا ديروا الزعتر او المعدنوس يابس او اي حاجه بغيتوا تنسموا بها. رشه ديال الخل، الخل غير باش حيد الزفوريه وصافي ماشي بزاف البنات. ومازال ان شاء الله نشارك معكم بالنسبه اللي عندها الحساسيه من البيض، غنشارك معكم وحده بلا بيض ان شاء الله الا كتاب. غادي نبدا نطحن دابا البنات، وفي نفس الوقت انا كنطحن وانا كنزيد خويط ديال الزيت حتى كنحصلوا على داك القوام اللي بغينا. بسم الله. كيف كتشوفوا البنات بالنسبه للخليط كيف قلت لكم القوام ديالو كنتوما كتحكموا فيه، كتزيدوا الزيت هكا نقطه بنقطه حتى كتحصلوا على الختوريه اللي بغيتو. غادي نكمل وغادي نرجع معكم باش تشوفوا القوام الاخير ديالها. هي البنات من الاحسن ديروها هكا في شي قرعه زجاجيه بالنسبه اللي غيديروا كميه كثيره وديروها في الثلاجه. انا غندير غير استعمال ديال اليوم كاع ولا هكا بالعشاء وغدا كاع الا درت شي شليضه ولا هكا. شوفوا القوام ديالها كتجي زوينه البنات، اللي كيبغوا الزعتر ينسموها، انا كنبغي الزعتر ولكن ما عنديش دابا، كتجي غزاله البنات. انا نسمتها غير بشويه تاع البزار كيف شفتوا. نتمنى تجربوها في الدار، هي ماشي صحيه كيف ما كانت ولكن على الاقل نقيه وعارفين شنو كنديروا في الدار. صافي غادي نجيب واحد المعلقه نحيد كل شيء. رقدت هنا البنات شويه ديال الخس مع مطيشه، ندير معاهم الذره، نقيطه ديال الخل مع الماء وتفركوهم هكا مزيان باش يكونوا يعني نقيين. هنا بالنسبه لهاد الطبيصيل هذا اللي سقطرت فيه غنخليه حتى نحط فيه شليضه باش ما نزيدوش علينا المواعن. صافي وهنا دايره طويجين بالزبيب والبصله واللحيمات ديال البقر، ودرت البنات شويه ديال الخيزو راه هو هنا لتحت، راه كيطيب كيجي حلو زوين مع هاد الطويجين هذا. اللي كيبغوا لهم وليداتهم البطاطا يديروها حتى هي، غير انا ولدي ما كياكلش المرقه ما درتهاش. المهم البطاطا حتى هي كتجي خاطره وزوينه في هاد الطويجين. صافي البنات غديوه خفيفه بالنسبه للصيف دابا. وبالنسبه للمايونيز اللي درت معكم غادي نشارك معكم ان شاء الله فيديو ديال البحر، غنمشيو ان شاء الله البحر وندير لكم بوكاديوات اللي هما اقتصاديين وسهلين وبطبيعه الحال على يدينا وفي الدار نقيين. نخليو دابا الطويجين يطيب وندوزو ان شاء الله نقطعو شلاضه ونوريكم القوام الاخير.